شعار الثقافة والتجديد انطلقت اليوم فعاليات الدورة 46 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تحل عليه المملكة العربية السعودية ضيف شرف. المعرض افتتحه رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وعدد من الوزراء، وشارك فيه سفراء وممثلون عن مختلف أجنحة الثقافة العربية. العديد من الدول بتسهم لأول مرة في ملايين العناوين من الكتب العميقة والكتب المهمة في مختلف فروع العلم والمعرفة موجودة. معرض الكتاب أنا شايفه السنة دي الحقيقة بشكل جيد جدا، وشايف فيه أجنحة كثيرة جدا، ويعني ما فيش أدل من أن مجلس الوزراء كله جاي في الافتتاح. يعني في الحقيقة السلطنة تحرص سنويا على المشاركة في معرض الكتاب في القاهرة، وتشارك عدة جهات. في المقام الأول وزارة التراث والثقافة التي تسعى دائما للمشاركة في معظم معارض الكتب التي تقام في الدول العربية والدول الصديقة. انها تشارك هالسنة في هذا المعرض بهالدورة وبهالحل الجديد يعني، وعن طريق معرض الشارقة الدولي للكتاب نحن نروج لبعض دور النشر اللي عندنا في الإمارات وفي الشارجة. مشاركتنا نحن في سلسلة واسعة من الكتب شرح قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة باختلف فروعها. شارك الكويت بعدة إصدارات من ضمنها إصدارات وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون وعدة جهات أخرى في الكويت. لأول مرة تشارك الدول الإفريقية هذا العام بأجنحة خاصة لعرض الثقافة الإفريقية في المعرض الدولي بالقاهرة، والذي نظمته الهيئة المصرية العامة للكتاب. ده طبعا مشاركة الأولانية بالنسبة لدولة إريتريا، هو بقى اعتقد بعض الدول الافريقيه بالذات في القرن الافريقي يمكن اول مره بنشارك. ده يوري ان التوجه الموجود في مصر الان نحو افريقيا. بالنسبه لنا للصومال لاول مره نشارك في معرض تقريبا دولي للكتاب، ويشرفنا تقريبا ان نكون القاهره تقريبا في اول محطه نشارك في المعرض. فعاليات المعرض تستمر حتى 12 من فبراير المقبل، ويشهد المعرض هذا العام اقبالا كبيرا في المشاركات، فوصلت عدد الدول المشاركة إلى 26 دولة بمشاركة 48 جناحا ثقافيا. يمكن معرض الكتاب في مصر الحقيقة له طبع خاص يمكن يختلف عن كل المعارض اللي في العالم. بالإضافة للكتب ورفوفها اللي شفناها في الكتاب، معرض الكتاب دايما كان ملتقى لأشياء كتيرة ممكن نحطها تحت عنوان واحد، ذكريات. أعتقد أن كتير مننا ممكن تكون ذكرياته مرتبطة بيه، سواء كان رايح عشان يشتري الكتب أو عشان يحضر ندوة، أو شاف فيه مثقف كان بيشوفه على شاشات التلفزيون وكان سعيد أن هو يقدر يحضر له ندوة، قرأ كتاب لشاعر كبير وكان أول لقاء بي وجها لوجه في هذا المعرض، سمع كلمة ممكن تكون أثرت فيه أو بخلته يدور عما وراءها، وممكن ده يكون ساهم في توجيه حياته، أو حتى راح عشان يتجول في الطرقات وأخذ أصدقائه يتجولوا هناك، أو حتى مكان ممكن يصنع فيه قدر من الذكريات الطيبة بقدر قليل من القروش، حتى لو كان عشان يتناول قدر من الفشار وسندوتشات الفلافل اللي موجودة في المعرض والبعض شايفها بتسيء ليه، ويمكن تكون هي بتضيف له قدر من النكهة الخاصة جدا بمكان ومعرض خاص جدا. هل لا يزال يحتفظ بهذه الخصوصية؟ هل لا يزال معرض القاهرة للكتاب بالذات في ظل توفر الكتب تقريبا معظم السنة أصبح له نفس الوهج؟ هل لا تزال الأسئلة الخاصة بارتفاع سعر الكتب؟ هل لا زال بعضنا بيحوش كده شوية فلوسه على بعضها ويقول بكم أقدر أعمل مكتبة؟ أسئلة هيصحبنا فيها هيجاوبنا عليها في هذه الجولة في ردهات المعرض، أصحبنا فيها زميلنا الأستاذ إيهاب الملاح المحرر الثقافي البارز. أهلا بيك. أهلا وسهلا. إيهاب، يعني ما عرفش بتكلمت على الخصوصية الحقيقة، يمكن أنا كنت بستدعي ذكريات عندي وعندك وعند ناس كتير. كلنا مرتبطين بمراحل عمرنا المختلفة بمعرض الكتاب. هو المكان يمكن أكتر حتى من المكان وشخصيات وأحداث، وحتى بفصول السنة معينة. يعني كان في أوقات المعرض بيجي كان بيبقى فيه الجو شتاء قوي والمطرة، وفي رمضان أعتقد أنه حصل ده. بالنسبة لخصوصية المعرض، المعرض السنة دي هو ليه خصوصية طبعا
لأسباب. أول سبب قبل السنة دي في إحساس كده من سنوات، يعني ما أعرفش، يمكن أنا شخصيا حاورت الله يرحمه دكتور سمير سرحان أكثر من مرة، وكلنا واجهنا له انتقادات كثيرة في أوقات كثيرة، لكن حتى هذه اللحظة الكثيرين بيقولوا أن مع رحيله عن هيئة الكتاب يمكن المعرض فقد جزء ما من شخصيته. ما أعرفش هل ده مبالغة حنين للماضي ولا بالفعل هي حقيقة؟ هو جزء منه قد يكون صحيح، وجزء تاني لأنه له علاقة أنه الله يرحمه دكتور سمير سرحان قعد رئيس الهيئة ورئيس المعرض فترة طويلة جدا، يعني كعادة من كانوا في الفترة دي اللي هم كانوا بيستمروا لفترات طويلة في مناصبهم، وخد شكل معين فارتبط بأذهان الناس أنه بقى على الأقل مثلا على مدار 10 سنين، اللي كان عنده 10 سنين بقى وصل 20 سنة وهو شايف المعرض في نفس المكان بنفس الشكل، وارتبط عنه زي ما حضرتك بتقول. ايه اللي اختلف بقى في الشكل في السنوات الأخيرة؟ لا، هو الاختلاف الرئيسي حصل في 2011 انه المعرض كان ماشي من يعني من اول دورة ليه 69 على ايدين استاذتنا الراحلة الله يرحمها الدكتور سيد القلماوي لغاية 2011 المعرض موجود وكبير، وهو أكبر معرض عربي، وكان بيصنف أنه هو ثالث أكبر المعارض العالمية، واخد وهج وزخم كبير جدا، لغاية ما حصل في 2011 كانت أول دورة تلغى فيها، ودي كانت الحقيقة ضربة غير عادية للمعرض، المعرض القاهرة تحديدا، وعانى منها على مدار السنوات اللي فاتت، عانى منها في حضوره وفي حسابه. عانى منها عشان هو توقف ولا لان الظروف الامنيه بدات قلقه فالناس بدات تخاف؟ اللي حصلت الاحداث ده طبيعي جدا، ده طبيعي جدا عقب الثورات انه بتبقى انه معرض كبير زي القاهره بدا اثر على فعالياته، اثر على الضيوف اللي كان بيتم دعوتهم كل سنه. بعد 3 سنين يعني بعد 3 سنوات او 4 سنوات من هل كان في ضيوف بيحجموا بيدعوا مثلا وبيحجموا على الامكانيات نفسها كانت في الوقت ده نسال عنها كانت عامله ازاي؟ انا ما اعرفش القائمين هم اللي يقدروا يقولوا دوت، لكن كل اللي اقدر اقوله ان المحاولات اللي تمت على مدار السنتين اللي فاتوا الى حد كبير قدرت انها تقوم المعرض تاني وتحاول تستدعي جمهوره اللي كان اللي بعضه متخوف، اللي بعضه ما كانش مقبل زي السنوات اللي كانت قبل 2011. أعتقد السنة دي الأمر مختلف. المعارض المنافسة في الدول الأخرى اللي ممكن هل نقدر نقول نزال المعرض القاهرة الدولي للكتاب هو المعرض الأكبر ولا المعارض الموجودة في عواصم تانية؟ بيشهد منافسة قوية جدا، يعني مع ظهور معرض زي معرض الرياض مثلا اللي بقى دلوقتي مقصد من مقاصد الناشرين حتى المصريين، انه بيبقى فيه نسبه اقبال عاليه عشان قوة شرائية مثلا، قوة شرائية طبعا شرائية. والمبيعات، وفي معارض اخرى في بعض الدول العربيه زي الشارقه زي ابو ظبي زي، لكن في النهايه ما نقدرش نقول انها تقارن بحجم الاقبال ولا العدد اللي بيرتاد معرض القاهره الدولي للكتاب. ده طبيعي يعني، مشاركه الناشر، يعني الناشر لما بيجي معرض الكتاب هو يعرف انه ممكن يكون الشراء اقل مثلا من معرض الشرق او ابو ظبي او الغريب المتع. الغريب اللي يقول ده انه معظم دور النشر العربيه حريصه انها تكون موجوده في معرض القاهره الدولي للكتاب، مش السنه حتى لو مش هتبيع، حتى لو هتخسر، لا وجودهم مهم جدا. هو ده سوق اساسي من اكبر الاسواق العربيه يعني، وحجم يعني نسبه القراءه بين الشباب في مصر رغم كل اللي احنا بنقوله وانه في احجام والقوى الشرائيه وبتاع، لكن هي تبقى هي السوق الأكبر عربي. تبقى نسبة القراءة، يعني يمكن اللي بيروح معرض الكتاب في السنين الأخيرة بيشوف إن في كتب بعينها هي اللي بتشهد إقبال أكبر، يمكن كان في سنة من السنين في بعض السنوات كان الطابع الأكبر اللي هي كتب التراث مثلا وتحديدا كتب الإسلاميات، كتب الطهي والأبراج كانت بتشهد برضو رواج كبير، مؤخرا بعض الروايات اللي هي بيتقال عليها البيست سيلر مثلا هي اللي بتشهد رواج. هل المعرض بينجح في الترويج يعني فرض كده نوعيات جديدة من القراءة ولا ما زال هو بيكرس اللي هو موجود؟ الحقيقة هو حصل ثورة في المسألة دي. احنا بقى عندنا سوق كبير جدا انا اطلقت عليه السوق الموازي، يعني اذا كان السوق الاصلية او اللي هي المعتادة طوال عقود اللي هو اللي رايح عشان يشتري مجموعة من الكتب بقائمة معدة مسبقا لأسماء معينة، رايحين يدوروا على نجيب محفوظ أو توفيق الحكيم أو اللي بيدور على حاجة في التراث، غير السوق اللي كانت سوق الكتب الدينية وكانت كبيرة جدا وما زالت، لكن بدأ كانت نوعية معينة كانت الكتب يعني الدينية، وبالذات في أوساط حتى الطلبة اللي هم بيدرسوا في الأزهر والمنتمين للتيار الديني الإسلام السياسي. المسألة اختلفت دلوقتي، أعتقد في الكام سنة الأخيرة بدأ يظهر سوق آخر، البعض درج على تسميته بالكتب الأكثر رواجاً أو الأكثر مبيعاً البيست سيلر. الحقيقة يعني اكتسب شرائح من الجمهور لقراءة أعمال بعينها ذات طابع معين مذهل وضخم جداً، لكن الحقيقة أن ده لم يعد مرتبط بمعرض الكتاب، ويمكن البعض شايف أنه خصم حتى من رصيد المعرض، فكرة تقليد حفلات التوقيع اللي بقى منتشرة على طول السنة، فكرة الكتب ما بقتش مرتبطة بموسم
زي ما كانت في معرض الكتاب. هل بتوافق على هذا الكلام ولا شايف؟ أنا نسبيا مع من متابعتي ورصدي اللي حصل، أنا شايف إن المعرض السنة دي استفاد من ده. استفاد منه. أو يعني ده اللي يعني هتثبته الأيام اللي جاية. إحنا النهاردة اليوم الأول، المعرض ختامه 12. أنا أعتقد إن المعرض خد أو قدر إن هو يمتص كل الإيجابيات اللي حققتها دور النشر الصاعدة اللي بتشتغل في هذا السوق بأسماء كتابها الشباب بجمهورها، وتقدر إنها تستفيد بيه في المعرض. لأن مش عارفة يعني يمكن كان المعرض مناسبة، يعني أنا واحدة من الناس مثلا أول مرة شفته في حياتي بهاء طاهر شفته في معرض الكتاب. كلنا يعني غيرها من الـ من الـ يعني كان التعرف، كان اللقاء المباشر بين الكاتب والقارئ، والقارئ سواء في ندوة أو حتى في الجلوس على المقهى نفسه، إنك تشوفه وهو يعني يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، كان مرتبط بأسماء كبار الكتاب والشعراء وكده. لكن عبدالوهاب البياتي وغيرهم يعني كلهم شفناهم في معرض مع الكتاب. مع وجود أسماء كبيرة بدأ يزاحم قليلا ويدخل كتاب زي ما قلت لحضرتك حققوا نتيجة أسباب كثيرة، يعني ما أعتقدش إن إحنا ممكن نتكلم في أسبابها دلوقتي، إنه بدأ يظهر أو يكون عندنا ظاهرة الكاتب النجم. النجم مش بالمعنى اللي يعني مسألة القيمة الأدبية دي نتفق أو نختلف، ودي خاضعة لمعايير كتير. يعني أعتقد الظاهرة الأولى كانت في هذه المسألة كان علاء الأسواني. بدأ 2002 علاء الأسواني، ثم وصلت يعني نقول الانفجار الكبير مع أحمد مراد في 2007. وأحمد خالد توفيق. وأحمد خالد توفيق طبعًا ده عامل يعني أحد الأسماء المهمة في هذه المنطقة. ثم انفتح الباب على مصراعيه، ما بقاش عندنا كاتب ولا اثنين ولا ثلاثة. عندنا نجوم. إحنا بنتكلم على سوق قد لا يراها رواد السوق الآخر. قد لا يراها أو لا يعترف بيها أو ينظر ليها بقدر من يعني نتكلم بصراحة يعني التعالي الرفض الغرور، ده مش كده. أوكي، لك أن تحكم كما تريد، لكن هذا لا ينفي وجوده. هذا لا ينفي أنه بيكتسب مساحات، بس ده موجود في العالم. يعني باول كويلو هو كاتب نجم ومشهور رغم أنه قد لا يكون مثلا يعني ما قدرش تقارنه مسألة المعيار الأدبي أو القيمة الأدبية يتفق أو يختلف حولها الناس، ويبقى دائما أن العمل الجيد موجود. وبعد سنة 12 الزمن هو أهم ناقد وأكبر ناقد، زي ما قال كل الأساتذة الكبار نجيب محفوظ وبهاء طاهر كلهم. جميل. لكن ارجع تاني بقى لمعرض الكتاب وفكرة التقاليد اللي هي يعني يمكن كنت بشير لفكرة اللقاء اللي كان جزء من وهج المعرض، ان ده اول مرة القارئ بيشوف الكاتب مباشرة. ده صحيح. وده اصبح امر متكرر نتيجة حفلات التوقيع، فبالتالي ما بقاش مسألة مرتبطة بس بمعرض الكتاب. المعرض بقى هو الملتقى الكرنفال اللي بيتم تجميع فيه اكبر عدد من هؤلاء الكتاب مرتبطين بدور نشر ما نقدرش ان احنا نتجاهل وجودها، وهو عدد ضخم مش قليل. عدد بدأ يخرج بره الدائرة اللي كنا الأول بنعتبرها محدودة بأسماء معينة في مجال النشر. دور النشر الرسيخة طبعا موجودة وقائمة وبتشتغل ولها إصداراتها بعناوينها بجمهورها، لكن بدأ يظهر عندنا رغم كل اللي احنا كنا بنقوله على مدار السنين فاتت من مشكلات، عدد ضخم جدا من دور النشر اللي هي عمرها في السوق سنتين وثلاثة وأربعة وربما خمس سنين. يعني يمكن انت عصرت مثلا وقت من الأوقات كان كتير جدا من الكتاب يمكن في الجيل اللي قبل منك بيطبعوا على حسابهم، اللي هو الماستر والأوفسيت الثمانينات والتسعينات. الثمانينات والتسعينات. اللي حاصل دلوقتي بالعكس، ان في عدد كبير جدا من دور النشر لدرجة البعض بيتساءل هو فعلا النشر بيكسب لدرجة ان كل يوم تقريبا بتطلع دار نشر، لانه في سوق. في سوق. هل ده بيعكس إقبال على القراءة؟ في طبعا، في انا بقول لحضرتك هو اللي ادى الدفعه دي لايه، انه بدا يدخل لهذا السوق او ينضم ليه افراد لم يكن لهم اي علاقه بالقراءه، ثم نتيجه عمل معين بغض النظر عن اسباب هذا الرواج، دي مساله ثانيه، ارتبط هذا الكتاب او هذا المؤلف او هذا الكاتب بانه قدر يكتسب شرائح. السؤال هنا يعني كلنا في حياتنا مرينا بفكرة اننا قرينا مثلا في مرحلة معينة كاتب مالي وبعدين بدأت المسألة تتسع. ده صحيح. للجميع. ممكن الناس كتيرة مثلا عرفوا الشاعر عبد الوهاب فاروق جويدة مثلا، ثم بعد ذلك تعرفوا على شعراء اخرين وتسع عالم الشعر امامهم مصريا وعربيا. هل ظاهرة الاكثر مبيعا بتوصل لهذه المسألة، بتكتسب شرائح من القراءة وتوسع امامهم المجال، ولا بتحصرهم طول الوقت في قصة في الكاتب النجم اللي هم بيعرفوا؟ هو البعض دلوقتي شايف انه المسألة فيها مشاكل يعني، وانه بيتم الاكتفاء بهذا السوق على انه هو ده المعيار وانه ده النموذج، وانه كل دلوقتي كان زمان نجيب محفوظ الله يرحمه ليه مقولة يقول لو احنا مسكنا زلطة كده وحذفناها تقع على رأس كاتب قصة قصيرة. اعتقد ان المقولة دلوقتي قد تصدق على كتاب الرواية. لو انت حضرتك حذفت اي حاجة تقع على كاتب الرواية. في انا سمعت رقم مذهل انه العدد الروايات اللي موجودة السنة دي او الجديدة بغض النظر تاني الفرقة بين مفهوم الرواية الرائجة ورواية القيمة الأدبية ما بين 500 ل 600 عمل عن دور النشر، فده عدد ضخم جدا، خصوصا كمان مع جرأة
بعض الشباب في سن صغيرة ده يعني على النشر يعني 13 سنة و14 سنة و16 سنة 13 سنة وبينشروا يعني لأنه زي ما قلت لك بدأت ترتبط بجمهور بدأ يتم اكتذابه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرها بدأوا يخلقوا مجال وما بقوش يركزوا على أو يكون حضورهم في المركز بدأوا يشتغلوا على الأطراف والهوامش تاني هل ده بيخصم ولا بيضيف لرصيد معرض الكتاب كمكان وكتجمع أنا شخصيا شايف أنه بيضيف ما بيخصم ما بخافش أنا من المسألة دي ومش متخوف منها بالعكس يعني أنا لما أكسب قارئ عنده 12-13 سنة وحاجة اللي عجبته يعني وخلته خلت عادة القراءة عنده تقصي من الطقوس اللي احنا ممكن يروح المعرض ويشوف حاجات تانية قد تفتح الباب والمجال ده بيحصل بنسب قد ايه انا ما اقدرش احددها الجماعه بتوع علم اجتماع الادب هم اللي يقدروا يعملوا ده لكن في النهايه يعني دع كل الظهور تتفتح والزمن يعني والوقت كفيل بان هو يفرز لنا الحاجات الكويسه من الحاجات يعني معرض الكتاب السنه دي يمكن زمان كان في دايما فكره التنوع في حتى في اسعار الكتب دلوقتي الشكوى الرئيسيه عند ناس كتير من القراء هي ارتفاع سعر الكتاب احنا عندنا روايات بتتباع في مصر دلوقتي ب 70 جنيه وب 80 جنيه وأصبح ده سعر متوسط للرواية في مصر إن عدمت فكرة الطبعات الشعبية اللي كانت زمان بتشكل قوام مكتبات الكثيرين منا ويمكن لولا بعض المشروعات اللي بتطبع زي هيئة قصور الثقافة ومكتبة الأسرة وغيرها يمكن كانت المسألة بقت صعبة على ناس كتير هو بدأ ده يلتفت ليه الناس مؤخرا يعني هو هذا هذه الشكوى أو ظاهرة ارتفاع أسعار الكتب خصوصا في أوساط بعض دور النشر بدأ ينتبه ليها البعض مش هنقول ان هم بيعملوا طبعات شعبية ان هم بدأوا يعني انا لسه النهاردة وانا بعمل جولة كده سريعة في اليوم الاول لاحظت ان بعض الاعمال انا كنت متوقع ان انا اشوفها باسعار كبيرة لقيتها لا ان هم بدأوا ينتبهوا ده وينزلوا بالحد اللي يقترب من إمكانية شاب يجيب رواية أو روايتين في زيارة للمعرض الحاجة التانية إنه في سوق موازية تانية اللي هو السور الأزبكية والله أنا بحس إن الفرق في السعر ما هوش كبير أو للدرجة لا والله يعني على حسب كل واحد وخبرته وتجربته في مسألة المسألة دي يعني مش معنى كده أنها مش موجود مسألة اللي هو غلاء الأسعار موجود لكن أقصد أنا حاسس وشفت وده ما اقدرش اقول انه حكم عام انه بدا يتم الانتباه ده في حاجات محافظه على سعرها العالي دوت وبتتوجه لقارئ له قوه شرائيه معينه وفي ناس او دور نشر او بعض المنافذ اللي بتشتغل في تيسير الكتاب لا بتوفر ده طبعا الشغل اللي هو بتاع المشروعات اللي هي مكتبه الاسره والهيئه وهيئه قصور الثقافه دي اعتقد ان هي عاملة توازن نسبي يعني طيب يعني احنا وعدنا مشاهدينا ان احنا نقدم لهم خدمة وهي فكرة انك بكم تقدر تشتري ايه يعني هل تحتاج ميزانية احنا لو بنتكلم مثلا عن شاب في الجامعة طالب في الجامعة ممكن يكون حوش مبلغ على قده وعايز يكون بيه مكتبة في ايه دور النشر اللي انت بتنصحه بيها ايه العناوين اللي انت شايف ان هو لازم ما يفوتهاش في هذا المعرض طب هو ده سؤال صعب قوي يعني لان هو ده اجابته خلينا نقول مجالات خلينا نقول يعني مش لازم تبقى مساله محدده بشكل يعني بشكل عام احنا عندنا دور نشر عديده جدا في مصر ده نتكلم عن مصر بس مش بتكلم عن العالم العربي كمان لكن بشكل عام كده كل دور النشر الحقيقه استعدت للمعرض السنه دي بشكل مختلف زي ما قلت لحضرتك عن السنين اللي فاتت يعني لو بصينا حتى للاسماء الراسخه في مجال النشر عندنا هنلاقي دار الشروق والدار المصريه اللبنانيه ونهضه مصر والاسماء اللي داخله المعرض السنه دي بشكل مختلف عن ازاي شكل مختلف ايه ملامح الاختلاف يعني انه اختلف عدد او حجم الاصدارات وشكلها وكمها ونوعها عن السنين اللي فاتت الشروق السنه دي مثلا اعتقد نازله بما يقرب من حوالي 15 عنوان وده بالنسبه لها رقم ما كانش تحقق يمكن في خلال السبع ثمان سنين اللي فاتوا هل لان دور النشر كلها بتستنى معرض الكتاب وبتعتبره هو يعني بدايه السيزون زي ما بيقولوا بالظبط بالظبط وبيبقى فيه حاجه تانية الجمهور العادي ما بيبقاش شايفها اللي هو فكره التعاقدات بين دور النشر المختلفه والتوزيع فيه مع ناشرين اخرين ده بيبقى الاتفاقات بتتم داخل بالزبط المعرض بالظبط هو ده دي بتبقى حاجه لا تعني القارئ العادي او اللي هو الجمهور يعني يمكن لاحظت كمان في السنين اللي فاتت ان الناشر العربي ما بقاش يتخوف من انه يرجع بكتبه تاني لانه بيقدر يعمل اتفاقات مع مكتبات ويوفر موجودين بكثافه
موجودين ليهم حضور قوي وبكثافه لانه ما بيرجعش بالنسخ يعني حتى لو ما نجحش انه يدخل لا معرض الكتاب بدأ بيبقى كمان عنده يظهر تاني من وجود موزع يوزع له الكتب بتاعته في مصر وبتحقق مبيعات وبتحقق اربع على مدار السنه خصوصا مع انه في اسماء ارتبطت بجوائز بدات تعمل رواج اخر لاسمائها فبدا الجمهور يعرف اسماء نتيجه اعلان بعض الجوائز القوائم بتاع بتبقى ودي الحقيقه حاجه لافته يعني معرض الكتاب 46 دوره لغايه دلوقتي وجائزه باسمه يعني تلقى او يكون لها قيمه كبيره زي بعض الجوائز اللي بدات تبقى موجوده في دول عربيه وبتلفت الانتباه لكتاب بعينهم والاعمال وبتساهم في رواجها مش موجوده موجوده بس مش ملهاش نفس عن التاثير لا ما اعتقدش يعني انه تاثيرها بنفس المساحه ولا القوه ولا الانتشار هل لان القيمه الماديه قليله ولا لان قد يكون يعني والا لان عوامل التحكيم وبتغلب عليها احيانا المجامله ولا ليه يعني في جوائز قيمتها الماديه هيش كبيره لكن الناس بتنتظرها وبتتساءل عن جسد دي محفوظ مثلا حاجه زي كده لكن يعني ممكن يمكن برضو ما زال فكره ارتباط بعض الجوائز بالمؤسسه الرسميه بالاعتبارات معينه باسماء بعينها قد تكون في لجان التحكيم لاعتبارات لها علاقه بحسابات يعني بعض دور النشر او اسماء بعض يعني فما تبقاش واخده نفس ال يعني وصلت رساله يعني تاني برجع لسؤالي لو ان طالب في الجامعه حوش مبلغ على قده وعايز يروح بنصحه يبدا الجوله من فين عشان ما يضيعش وقته طيب احنا عندنا الاجنحه اللي موجوده الشهيره بنفس اماكنها اللي هي تم التعرف عليها عندنا سراي 2 و3 و4 اللي فيها دور النشر المصريه وهي كثيره جدا وعديده جدا وعندنا سراي المانيا وعندنا سراي 19 للدور النشر العربيه هنلاقي غير كمان الأجنحة المخصصة لدور النشر خارج هذه السرايات يعني دار الشروق الدار المصرية اللبنانية وغيرها يعني عشان بس ما يبقاش هنلاقي كم غير عادي من دور النشر الجديدة اللي اكتسبت وجود من خلال السنوات اللي فاتت زي دون وأكتوبر واقوى وإلى آخره ودولة اللي احنا كنا بنقول عنهم ان هم بقوا ملوك السوق الموازي أو ملوك السوق الكتب الرائجة أو الأكثر مبيعاً وبالمناسبة هم بيبقوا الأكثر استقطاباً واكتسباً للشباب تتفاوت بقى مسألة تحديد الميزانية يعني كل واحد على حسب إنما لو هل ممكن يلاقي كتاب واحد مثلاً أو رواية واحدة موجودة في دار النشر بسعر كبير وفي حتة تانية بسعر أقل؟ هل أعتقد يعني ما يتسرعش يعني مثلا اعمال توفيق الحكيم في وقت من الاوقات كانت في طبعة الشعبيه مكتبه مصر مكتبه مصر واعتقد ان موجود منها ما زال في مكتبه الاداب اللي هي كانت دار نشر عريقه وكانت بتطبع كتبه كانت ب 2 جنيه و 3 جنيه يعني صح. اعتقد ومتوفر طبعات فخمه في دور بعض دور النشر نفس القصه مع بعض الاسماء بس هو الحقيقه اللي انا يعني لفت انتباهي ما بقتش بس الاسماء دي جاذبه للكتاب أو للقارئ العادي بدأ يدور كمان على الجديد مثلا الروايات المترجمة يعني الروايات المترجمة خصوصا أن بدأت بعض دور النشر كمان تتخصص فيها بشكل تفتح كبير تفتح مجال مش بس الروايات المترجمة المعروفة لا المترجمة من دول وثقافات لا نعلم عنها شيء يعني يعني بدأ الأدب الياباني مثلا يبقى له حضور واضح بدأ كمان هنقول أن اليابان عارفين أسماء خدت نوبل إنما صحيح. الأدب الأيسلندي النرويجي الدنماركي المجري البوسني بدأ دور نشر مصرية طامحة ونشأت الدار العربي مثلا إنها كل سنة الحقيقة الحاجات دي دايما كانت مرتبطة بدور النشر العربية كنا بندور عليها هناك لا بدأ دور نشر مصرية تشتغل على دوت وتطيح للقارئ المصري والعربي انه يقرا لاعمال يمكن في حوار حتى لروبرت سولي قبل سنتين كان بيتكلم على فكره ان في دور نشر بتزور طبعاته عشان تبيعها باسعار كويسه انه مش زعلان انه وصل للقارئ العربي خلاص مش مهم انه اخذ هو لان معروف طبعا ان الحصول على حقوق النشر ممكن تبقى مكلفه هو الحقيقه كمان ظاهره التخصص بين دور النشر دي بدات كمان تظهر قوي يعني ده انا ما كنتش حاسه قبل كده في العقود اللي فاتت يعني بدا يبقى في دار نشر تاخد منحه انها تركز على الكتب الفلسفه مثلا أو الكتب الأكاديمية أو المشاريع الفكرية نلاقي دار نشر حريصة على إنها بعض دور النشر إنها تنشر الإنتاج العلمي لبعض الأسماء اللي بتقدم خطاب مختلف تنويري عقلاني تجديدي بتحاول تكسر فكرة الدوائر المغلقة فكرة إنها تتوجه للنخب بس بتحاول إنها تقدم كتاب بشكل على ذكر مختلف على ذكر النخب مين من الضيوف لو حبينا نقول أبرز الوجوه يمكن السنة دي هيبقى موجود في المعرض أدونيس طبعا هيبقى أبرز الوجوه الحاضرة مين تاني هيستضيف معرض القاهرة للكتاب وممكن لمشاهدينا إذا أرادوا اللقاء مباشرة بكاتبهم المفضل الحقيقة هو من الوجوه العربية على الأقل في كم من الأسماء الحقيقة كبير جدا نتمنى بس إنهم كلهم يكونوا موجودين لأنه أنا عرفت من البعض الأصدقاء إنه في مشاكل لسه في حكاية
الحصول على التأشيرة. يعني مثلا من الأسماء المقررة أنها تكون موجودة في المعرض، نتمنى أنها تكون موجودة معنا كاتبين شابين من الكويت والعراق، والاثنين حاصلين على بوكر، سعود السنعوسي طبعا وصاحب رواية ساق البامبو اللي حصل على بوكر 2012 و13، والكاتب أحمد سعداوي العراقي حصل على بوكر العام الماضي، وده نتمنى انه يكون موجود معنا في القاهره. وانا بقولها على الهواء، هو عايزين حد بس يتابع لانه الراجل يعني مرحب جدا نفسه يكون موجود في المعرض، بس لغايه دلوقتي ما حصلش على التاشيره. وبنحاول نشوف، انا شخصيا بحاول بمحاوله فرديه ان احنا نشوف له بسرعه عشان يلحق ميعاد لقائه مع الجمهور في مصر. فاحنا عندنا كاتبين حاصلين على بوكر والاثنين روايتهم معروفه وحققوا. من اسماء المفكرين عندنا عبد المجيد شرفي الباحث والكاتب المفكر التونسي، عندنا اسماء اخرى، يعني عندنا حمور زياده طبعا هيبقى موجود، وهو طبعا حمور زياده كاتب السوداني مقيم في القاهره حصل على جائزه نجيب محفوظ بالضبط. ويعني حشد الحقيقه من الاسماء من الكتاب المصريين والعرب، اعتقد انه من قبل 2011 ما شاهدناش هذا العدد واحتشاد هذه المجموعه من الاسماء. واحنا نتمنى ان معرض القاهره للكتاب يفضل دايما ملتقى لكل الباحثين عن المعرفه وعن شراء الكتب وعن لقاء كتابهم المفضلين او حتى عن مجرد التواجد في المكان نفسه والإحساس بكل هذا الجو المحيط بهم. بشكر زميلنا الأستاذ إيهاب الملاح محرر الثقافي البلد، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وبعد قليل من معرض الكتاب إلى خشبات المسرح والسينما تنشر دفئها كلما خططت لتترك صورتها مطبوعة تجعلك تتساءل عن صاحبة الموهبة والدور البارز. سلوى محمد علي ممثلة جميلة بسعد شخصيا بلقائها بعد دقائق مع حضرتكم، انتظرونا.